احنا معزومين احنا الاثنين عندهم على فكره. انا فكرت ان انا اعمل مشروع يعني جديد في حلوان. وانا بقى اسال الشباب اللي زيك يعني التكلفه اللي انت كلفتها دي بكام؟ العربيه دي اتعملت كام؟ انت ده في تصريح ولا احنا واقفين كده؟ انا النهارده عندي فحيه، ودي شهره الشاب احمد اللي عامل مشروع جميل جدا للبطاطس والزلابيا في حلوان، وبالتحديد في شارع احمد انسي تقاطع شارع المراغي. احمد واخو زياد عمل عربية شكلها تحفة جدا من الخشب، ودفعوا كل الفلوس اللي معاهم عشان يقدروا يحققوا أول خطوات مشروعهم الجديد، اللي أتمنى من كل الناس إنها تدعمهم وتقف جنبهم وتروح تجرب الأكل اللي بيعملوه، عشان كلنا لازم نشجع النماذج الإيجابية دي. يلا نروح نسمع حكاية فحية وندوق البطاطس والزلابية كمان، يلا بينا. حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت اول ما بعت لي انا جيت لك جري على طول، لان انا قلت لاي شاب عنده مشروع انا جري عليه. انت فعلا اول ما قلت له جيت له على طول فعلا. انا يا اخي وسع عليك، انا مبسوط جدا بالفكره اللي انت عاملها. حبيبي الاول بس عرف الناس بنفسك. انا احمد فحيه، شهرتي هنا في حلوان فحيه. طبعا انا فكرتي اللي انا قلت اعمل حاجه جديده في حلوان، بطاطس زلابيا. وطبعا برضو ايه دخلت فيها حاجات بسيطه كده، سندوتشات. هنعرف كل حاجه دلوقتي. بس الفكره، خلينا الاول فكره العربيه الجميله دي. انا عجباني اول فكره دي. تمام، قول لي اصلا ان مش كلها خشب؟ لا خشب كلها، بس كلها خشب محمل. طبعا عملتها عند نجار فرشه كبيره يعني. وانا عملت بقى التصميمات بتاعتها، وعملت التصميمات ديت، واخويا زياد برضو شارك معايا في الحوار ده. زياد ما شاء الله عليه. هو اللي بيصورنا. تحيه لزياد. اصلا انت منين اصلا؟ انا من حلوان. من حلوان؟ من حلوان اصلا. انت اصلا خريج ايه؟ انا درست ايه؟ طيب انا دبلوم. دبلوم. حلو جدا. اصلا مهنتي فني تبريد تكييف اصلا يعني. كمان يا مهندس. بس طبعا بس انا طبعا باقي التكييفات الدنيا هاديه. انت اصلا من امتى جات لك فكره المشروع؟ انا حوالي بتاع يعني بتاع 6 شهور كده تقريبا بدات. ان انت شفتها الاول اكيد بره. انت شفت بالظبط؟ انا في هولندا وامستردام وكده بشوفت المشروع دوت، فابتديت بقى افكر فيه يعني. بيعملوا البطاطس وانت بتدخل بطاطس وزلابيا. بالظبط. انت قول لي البطاطس وزلابيا ده طبعا في براند في مصر اسمه بطاطس اند بقى. ايوه اند. انت عامل بطاطس وزلابيا بالعربي؟ ايوه. انت بتعمل بقى البطاطس والزلابيا، انت اللي بتجهز العجينه وبتعمل كل حاجه؟ طبعا انا بعملها، بس بعملها في البيت. العجينه بعملها عشان بجيبها نص سوا. بجيبها نص سوا هنا، والبطاطس نفس النظام برضو بعملها في البيت نص سوا. طبعا بحب حاجات كده بعملها. انا شايف توابل كتير قوي ما شاء الله. انا جايب توابل وصوصات، ده معايا صوصات هنا. كذا صوص يعني. ميكس صوص وكده يعني ما شاء الله. وبرده الزلابيه برده نفس الكلام. حلو جدا يعني. والله انا عاجبني الشباب اللي بيفكر دي. يعني انت ما استسلمتش، قلت التبريد التكييف وقع فانا ما فيش شغل، فقلت لازم نكافح. طب انا بقى اسال الشباب اللي زيك يعني التكلفه اللي انت كلفتها دي بكام؟ العربيه دي اتعملت كام؟ يعني تقريبا دخلت لها في 30,000 كده. 30,000. ما شاء الله كله يعني. قول للناس يا ابو حميد عنوانك ايه؟ انا عنواني شارع المراغي على احمد انسي. هو بنك مصر قدامنا على طول كده. بالظبط. وارقام التليفونات هتظهر كمان، اللي عايز يجي هنا يجرب البطاطس الزلابيه بتاعت احمد هيجي. حاجه من الاخر. قول لي احنا واقفين اصلا هنا قانوني اكيد. يعني انت واخد تصريح من الحي. عامل تصريح وممارسه وكل حاجه. عامل ممارسه مقارنة. يعني الراجل مش مخالف، الراجل واخد حاجاته كلها تصاريح وكله وزي الفل. ماشي قانوني. ماشي قانوني. عشان ما حدش يقول لنا اي حاجه. ايوه بالظبط كده. البطاطس والزلابيا، انت فكرت ان انت تدخل حاجات تانية مع البطاطس والزلابيا ولا البطاطس والزلابيا بس؟ حبيت ادخل، عملت بطاطا نوتيلا. بطاطا نوتيلا. وبطاطا ميكس. تمام. وعملت سندوتشات بقى برضو هنا، عشان في هنا. في سندوتشات بطاطس؟ سندوتشات بطاطس وسوسيس. وعملت كورن دوج اللي هو اللي بينزل في العجين كده ويطلع. بالظبط. شفتها مره دي. بالزبط. على النت اكيد. سندوتشات برضه، سندوتش بانيه برضه يعني، كلها يعني كل حاجات المقليات ممكن تظبطها. حلو ده. طب قول لي سندوتش او باكت البطاطس بيبدا الباكت صغير وكبير والحاجات دي. الباكت وريني الباكتات كده يا ابو حميد. نوع احجام صح؟ ده الحجم الكبير؟ ده الكبير. حلو. الحجم الكبير اهو. وده الوسط.
ده الوسط. طبعا الصغير ضعيف معايا يعني هم ماشي. يعني دول اللي شغالين وده الصغير يعني دول الثلاث احجام اللي بيشتغل بيهم احمد هنا اهو. قول لي بقى الثلاث احجام دول بكام وبكام وبكام يعني دي بكام يعني البطاطس. دوت ده ب 15 حلو ودوت ب 10 تمام وده ب 7 دي بطاطس ابدي البطاطس. لو زلابيا برضه نفس السعر نفس الاسعار بس بقى بيختلف لو ميكس صوص. يعني ايه ميكس صوص بقى؟ ميكس صوص جميع الصوصات دي. قول لي الصوصات دي ايه بقى كده دوت تمشي عليها كده مايونيز كاتشب رانش رانش وتوميه وشيدر و باربيكيو وده ديناميت دوت بقى انا عامله برضو اختراع كده صوص برضو بس صوص ديناميت صوص ديناميت عامله شطه يعني حراق. انت ممكن تدخل برجر برضو على فكره ما انا هظبط كده يعني عشان الناس اللي يجي هنا ما يبقاش نفسه في حاجه هظبط كل حاجه ان شاء الله عليك يا ابو حميد. واحد انت بقالك قد ايه واقف بقى هنا؟ انا مالي شهر ان شاء الله يا اخي ربنا يوسع عليك يا رب. والله من ساعه ما انت بكلمتني وانا يعني انا قلت لكم بصوا اي شاب موجود عنده مشروع محترم زي احمد كده وبياكل لقمته بعرق جبينه والله ما اتاخر عنه ابدا وانت كلمتني قلت لي تعالى صورني نورتنا والله وانا شرف ليا والله طبعا وربنا يا رب يوسع عليك احمد والعربيه جميله وانت عايز تتكلم في حاجه ثانيه قول لي. لا انا كده تمام انا بس اتشرف بكل الناس حلوان يجوا يشرفوا بره حلوان كمان وبره اي حد في حلوان وبره حلوان هيجي ياكل احلى بطاطس وزلابيا وبطاطا وكل حاجه عند احمد هنا فوحيه عند فوحيه عشان اسم الشهر عشان ما ازعلش ربنا يوسع عليك حبيبي والله. هتعمل لي ايه بقى النهارده؟ شوف اعمل لك جميع كل هنعمل بطاطس وزلابيا بطاطس وزلابيا بس يلا بينا ناكل احلى بطاطس وزلابيا في حلوان عند فوحيه الشاب الجدع المحترم اللي بياكل لقمته بعرق جبينه وما سالش حد في جنيه حبيبي. ربنا يوسع عليك يا صاحبي يلا بينا. الرزق عمره ما كان في يوم بكتر المال في حد رزقه في صحة وحد رزقه عال وفي حد رزقه في سترة ورزقه راح تبال يعني الكمال لله مبدل الأحوال كل ما يرضى العبد بيزيد من هداه. ما شاء الله على احمد وزياد ربنا يا رب يبارك لهم. الزلابيا شكلها جامد جدا والبطاطس اصلا بصوا عامله ازاي بصوا الاثنين بقى اهم احلى بطاطس وزلابيا موجوده في حلوان كلها. ندوق الاول البطاطس وبعدين نحلي بالزلابيا. بسم الله اسمك ايه؟ تعرف هنا معايا هنا تحب البطاطس؟ اسمك ايه؟ معاذ. ازيك يا معاذ؟ ايه رايك في المشروع ده؟ اكلت من عندهم بطاطس قبل كده؟ طب دوق مني دي بقى. انت تاكل معايا. ايه رايك؟ انت مكسوف ليه؟ انت في سنه كام؟ سنه رابعه. ده انت في ثانويه عامه كده. يلا كل معايا البطاطس يا معلم. انت النهارده احنا معزومين احنا الاثنين عندهم على فكره فما تقلقش. انت لما تكبر عايز تبقى ايه؟ دكتور. ايه رايك؟ والله الله اكبر. حلو ولا انا بنافق؟ ايوه كده على احسن. يقول لك انت بتقول حلو وخلاص. ما شاء الله البطاطس التوابل بتاعتها جامده جدا بجد. انا بحييك والله يا فحي ربنا يا رب يوسع عليك. الله اكبر طعمها خطير. واهو معايا انا اللي اعرفها. انا اعرفك قبل كده اول مره نشوف بقى. طب كل نحسب لك ده كان حته وخلاص. حط ايدك كده طلع اتنين تلاته كده. ايوه كده يا عم بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليهم. يعني تحس ان هو احمد بقاله مثلا ايه 30 سنه بيعمل زلابيا وبيعمل بطاطس. الحاجه طالعه البطاطس طالعه حلوه قوي. امسك. لا ما انا مش هسيب. لا والله انا استنى ما واحده واحده يا عم ما تاخدنيش كده. عايز انت شغال هنا؟ طيب قول لي بقى انت الزلابيا اكلتها قبل كده ولا اول مره؟ طب ندوق انا وانت بقى اول مره يلا اهو. بسم الله. ايه رايك؟ جامدة. بصوا اهي بسم الله ما شاء الله
انا مبسوط اني شفتك النهارده والله. الناس تتكل على الله بس والله العظيم حياتهم، اللي بيتكل على الله بس حياته دايما بتبقى في نعيم وفي سعاده، ما بيشيلش هم حاجه ولا هم رزق، لان الرزق من ايد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي بيرزق، ربنا اللي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، مش في الارض. احنا في الارض بس نسعى كلنا، صح ابو احمد؟ بس احنا نسعى والباقي كله على الله، كله على الله، مفيش باقي، هو كله على الله.